شهدت محافظة لحج في الآونة الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة لتقترب من أهم حقل مائي يغذي عشرات الآلاف من سكان مديريتي الحوطة وتبن، ما أثار حالة من المخاوف على أهم مصادر المياه في المنطقة. هذا الحقل هو الحقل الرئيسي يعتبر الآن لمديرية الحوطة ومديرية تبن، وإجمعت يعني الآبار 21 بير كم 16 بير لتمون مديرية تبن وتبون الحوطة. إنها 7 آبار تضخ إلى خزان الأرضي في مغرس ومن إلى الحوطة. حقل مياه مغرس ناجي بمديرية تبن يطارده شبح التوسع العمراني، حيث وصلت أعمال البناء إلى جانب عدد من آبار المياه، ما سيشكل كارثة بيئية مستقبلية. من المشكلات الرئيسية والكبيرة التي يعاني منها مصدر المياه في المؤسسة المحلية هو التهديد بتلوث الحقل بسبب الاعتداءات على حفر البيارات بجانب الآبار، وهذا الحقل يعتبر الحقل الرئيسي المغذي لمدينة صبر ومدينة الحوطة. من منطقة صبر لمقرس ناقة للحبيل للوعرة للمعليبة، قلنا إذا ما حافظنا على هذه المياه الجوفية الموجودة تحت الأرض هذا مصير يقرر مصير هذه البشرية في المنطقة هذه لحق كاملة، لاحق والحوطة وكل القرى الموجودة 14 قرية متغذى من هذا الحقل. طالب السلطة في المحافظة يعني حزم الأمور هذه من ناحية البناء العشوائي والنظر فيه، لأن المش معهم غير الحقل هذا الآن يعني كم بيعمر معهم على إذا كثر العشوائي فيه بخمس سنين عدى قليل، سنتين بالكثير لقد الحقل يعني أغلبها ملوث. السلطة المحلية بالمحافظة كلفت لجنة مختصة للنزول للحقل لوضع المعالجات التي يتوجب الأخذ بها، وتم عمل تقرير مفصل في حين تؤكد حماية البيئة على أهمية تنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة للحد من هذه التوسعات العمرانية العشوائية في الحقل. هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل الأخ محافظ المحافظة بتشكيل لجنة لتحديد حرم المياه، ولكن هذه اللجنة حتى الآن لم تخرج بقرار تحدد حرم المياه، مما جعل المدعين بالملكية بالبناء بجانب الآبار، وهذا يهدد خطر كبير لتلوث المياه في المصدر الرئيسي الذي يغذي مدينة الحوطة ومدينة صبر. جلسنا مع ملاك الأراضي في هذه المنطقة وتحديد الأحرام وإعداد تقرير متكامل بالنسبة لتحديد الآبار، آبار ملكية المؤسسة العامة لحماية المياه، وفي أصول سواء كانت في أراضي الدولة أو أراضي الملاك، وقد تم وضع تقرير بالنسبة لنا كامل هكذا وتم رفعه إلى المحافظ، ونحن نتمنى أن يعني أن هذا التقرير يأخذ صداه من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والنظر فيه والجلوس والمناقشة معنا كأحد المعالجات التي ستتم في وضع الحد من اللي هو الوضع العشوائي بالنسبة لتدخل الإنسان في هذه المنطقة سواء كان بطريقة استثمارية أو بطريقة يعني اللي هو عشوائية من بعض الجهات. حقل مغرس المائي يهدده البناء الإسمنتي ناهيك عن تهديدات مياه الصرف الصحي والتي تتجمع في بيارات خاصة يتم حفرها لخزن تلك المياه التي قد تصل مخاطرها إلى المخزون المائي للحقل، فهل ستتحرك الجهات المختصة لوضع الحلول والمعالجات اللازمة لإنقاذه؟ تساؤلات تحتاج للإجابة عليها في القريب العاجل.